وهلا 14 مع النجمة شكران مرتجى. مساء الخير مستمعينا ومشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم ببرنامج 14 وين عبر قناة سما الفضائية أكيد وإذاعة نينار اف ام 2023. ويا رب تكونوا بخير ومبسوطين على طول، وجهزوا لحالكم انتم معلوماتكم عن محافظاتنا ال14 لتنبسطوا اكثر معنا وتربحوا الملايين. مسجات قد ما بتقدروا كرمال تشاركوا وتربحوا معنا بالمسابقه، وهالشيء بيصير من خلال رساله واحده لبرنامجنا 14 عبر سيرياتيل على الرقم 1114 وعلى الام تي ان على الرقم 1401، وهي الرساله اللي حتدخلكم السحب بمسابقتنا اللي عم تشرف عليها شخصيا المؤسسه العربيه للاعلان لكم، موجود شخصيا كرمال نتصل فيكم وتجاوبوا على اسئله لعبتنا وتربحوا الملايين. مثل ما بتعرفوا ومثل ما خبرتكم سابقا، صرتوا قادرين تحصلوا على 1000 نقطة معنا بعد ما يقبلوا أصدقائكم دعوتكم للمشاركة معنا بمسابقة 14. والطريقة حتى تعملوا هالشي سهلة كتير، بعتوا رسالة على الأرقام الخاصة بالمسابقة مثل ما بتعرفوا على السيرياتيل على الرقم 1114 وعلى الام تي ان على الرقم 1401، فيها كلمة دعوة بعد فاصلة بعد الرقم اللي حابين تدعوا، وهيك بيمشي الحال والرسالة مجانية. مثل ما صرتوا بتعرفوا عم نعيش احلى الاجواء مع نجومنا الغاليين ببرنامج 14، وكمان مستمرين معكم بمساحه شكرا عبر برنامج 14، وهي المساحه اللي عم نلتقي فيها مع شخص قدم مبادره فرديه ليساهم بالمساعده بفتره الزلزال، نتعرف عليه وبنتشكره 14 مليون مره. صح لازم يكونوا الكل عرفوا شروط لعبتنا، بس معليش نحن لانه حابين كل الناس تشارك معنا رح خبر كل حدا ما عرف شروط لعبتنا شو هي تفاصيلها على السريع على السريع. بالبدايه ابعتوا قد ما بتقدروا مسجات عبر سيرياتيل على الرقم 1114 وعلى ام تي ان على الرقم 1401، بعد خلوا الموبايلات بايديكم ولا تروحوا لبعيد ولا تخلوهم صامتين، وان رحتوا لبعيد خذوهم معكم لانه برنامج 14 معكم بكل لحظه ممكن نتصل، اذا خسر اللي قبلكم محل ما وصل بتكملوا بالأسئلة وبالمصاري كمان. وكالعادة اوعكم تصدقوا أي صفحة بتحمل اسم 14، برنامجنا ما في له أي صفحة رسمية، بتقدروا تتابعونا فقط من خلال قناة سما الفضائية إذاعة نينار اف ام لايف الفيسبوك على سمارت سوفت سيرفيسز، صفحاتي الشخصية وصفحات البروديوسر موفق عماد الدين فقط لا غير. منقول مرحبا 14 مرحبا، اهلا وسهلا. مين معي؟ عبد اللطيف سلطان من حلب. اهلا وسهلا يا عبد اللطيف سلطان من حلب، انت ومين عم تحضرنا؟ والله انا والاهل. من اول رمضان عم تحضرونا؟ اي دائما الحمد لله. حابين البرنامج؟ طبعا الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا عبد، اكثر شيء حابه بالبرنامج شو هو؟ مو انا غير انا، لا تقول لي انت. تقديم انت ومحافظات كلها طبعا. لا 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 تقول انت انا، لا اللي شيء ثاني. حبيت الفكره، حبيت المعلومات، حبيت هذا الموضوع. الفكره حلوه، بتعرف على المحافظات وعلى المناطق بشكل عام. عبد حقيقه عرفت معلومات جديده، انا مثلا عرفت كثير معلومات ما كنت بعرفها. والله في كثير معلومات عرفتها عن طريق البرنامج طبعا. تمام، معناتها وصلت رسالتنا، اهلا وسهلا فيك يا عبد اللطيف. نبلش الحلقه؟ تفضلي. يلا ان شاء الله بدايتنا مسك يا رب يا رب. عبد اللطيف سؤال، فيكم تقولوا لنا 14 مرحبا؟ قولوا 14 مرحبا. الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ما هي المحافظة التي ياتي في اسمها حرف القاف ساكن؟ وطي التلفزيون يا عبد. عبد لحظة 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 عبد، أول شيء بدك توطي صوت التلفزيون، ثانيا بدك هيك هدول الصغار الحلوين الأمامير تسكت لنا صوتهم. يلا يلا،
ما هي المحافظة التي يأتي حرف القاف في اسمها ساكناً؟ دمشق. أحسنت. إلى أي محافظة تعود أصول الفنان النجم الكبير عابد فهد يا عبد اللطيف؟ لاذقية. أحسنت. ما هي المحافظة التي يتوسط اسمها باللغة الإنجليزية حرف O؟ حمص. جود. في أي محافظة يوجد نبع عين الكبريت الكبريت الكبريتي؟ عين الكبريت الكبريتي؟ نعم. إدلب؟ لا، بعدت كتير كتير كتير. في حرف الكاف كمان. حسكه. أحسنت. اذكر محافظة لها حدود مع أكثر من دولة. عندك أربع محافظات، نقي واحدة بيناتهم. دمشق. نعم. ريف دمشق. أحسنت. رح ناخذ استراحة مع فرقتنا الموسيقية بإشراف يزن قطيفان ونكمل بعدين السؤال السادس. حضر حالك، وإذا راح صوتي من هون لبعد شوي مندبر حالنا كمان. تفضلوا. توجد بلدة غصم أو غصم غصم غصم؟ نعم. زرعة؟ أحسنت. وهي المعلومة أنا قريتها بس أول مرة بعرفها. أي محافظة عرفت باحتوائها نسخة من القرآن الكريم قبل الانتشار الكبير لنسخه المكتوبة؟ حلب؟ لا، ما عتقدر ساعدك أنا عبد؟ ما ساعدتيني أبدا. لا، ساعدتك بتذكر، ساعدتك بالحسكة يا عبد. تمام تمام صح. بس يلا بساعدك مرة تانية. قريبة من بانياس. طفوس. أحسنت. هي ساعدتك. ها، شكرا، تستاهل. في أي محافظة توجد منطقة جبل سمعان؟ حلب. أحسنت. برافو يا عبودة، برافو. اذكر محافظة يحافظ أهلها على الشكل الاجتماعي العشائري. دير الزور. أحسنت. ما هي المحافظة التي رفع العلم السوري في مركزها عام 1973؟ وإن شاء الله هذا العلم بيضل مرفرف بكل سوريا وبالعالم وبالجامعة العربية قريباً. نعم. قليصيرة. أحسنت. في أي محافظة توجد المنارة البيضاء التي سميت تيمناً بنبوءة نزول النبي عيسى عندها؟ دمشق. أحسنت. شو عبد اللطيف، مين اللي جنبك عم تنقلك يا عبد؟ والله بشكل أولاد أختي. ها؟ أولاد أختي. أولاد أختك. أنت شو قد عمرك؟ شو بتدرس؟ أنا 43، بشتغل مدير مبيعات. وين؟ بشركة أدوية. أيوة أيوة، كتير حكوا معنا ناس بشركات أدوية. كيف الجو بحلب اليوم؟ الحمد لله تمام. رجعت في الجو؟ رجعت في رجعت في. طيب هالسؤال والله يعني ما كتير صعب. أنا آسفة حوطي صوتي، ما حقدر علي لأنه بلش يتلاشى. ما هي أصول شخصية عطر شان التي أدتها محسوبتك في أحد المسلسلات؟ دمشق. لا، بزعل منك. عطر شان. عطر شان. عطر شان بمسلسل الخربة. لاذقية. أنا كتير آسفة يا عبد، يعني بس إنك كمان يعني هيك زلت أنا إنك أنت ما معقول ما بتعرف مسلسل الخربة؟ عفوا، سويدا سويدا سويدا. سويدا. شو؟ سويدا. قلت ثلاث محافظات بس همرق لك ياها.
المحافظة تختلف طريقة تحضير طبق البامية عن باقي المحافظات السورية. أطيب أكلة، واليوم أنا بدي أكل بامية. أحسن. أنا اليوم بدي أفطر، مو يعني هو فطور، بس أنا بدي أتسحر بامية. وأخيراً، إضافة إلى دمشق، أي محافظة وقعت اتفاق توأمة مع مدينة مدريد الإسبانية؟ سؤال لا ما ليك، ما عاد في تحذير، تخيل تطلع بآخر سؤال. طيب ممكن بس تعيد السؤال؟ أوكي. أي محافظة وقعت اتفاق توأمة مع مدينة مدريد الإسبانية؟ يلا تعالوا نروح على اللوحة، شو رأيكم؟ يلا يلا تعطونا الغنيتنا وعصايتنا. واحد اثنين ثلاثة، ألف ب وبوباية، قلم رصاص ومحاية، أنا بكتب على اللوح وعابد يقرا وراي. ألف ب وبوباية، قلم رصاص ومحاية، أنا بكتب على اللوح. أنت عندك تلفز حماس. أحسنت. هو لازم أنا قبل ما أجي على اللوح اسأل إذا في كهرباء، أنا نسيت اسأل إذا في كهرباء. عبود. نعم. ربحت معنا 1.5 مليون سورية. مبروك يا عبد، وبريك وراجعين. معكم ببرنامج 14، خلوا موبايلاتكم معكم ومالهم صامت ابدا، ولا تنسوا تضلوا عم تبعتوا مسجات قد ما بتقدروا على سيريتين على الرقم 1114 وعلى ام تي ان على الرقم 1401، لانه وصلنا معكم للمرحله الثانيه اللي ممكن تكون السبب بانكم تربحوا الملايين. وبدي اقول لكل حدا مو قادر يتابعنا عبر التلفزيون، فيكم تتابعونا عبر هواء ولايف اذاعه نينار اف ام، وعبر لايف الفيسبوك على صفحه سمارت سوفت سيرفيسز. مرحبا 14. مرحبا. ايوه اهلا وسهلا. مين معي؟ فاطمه من حلب. اهلا وسهلا يا فاطمه من حلب، انت ومين عم تحضرينا؟ والله انا وحماتي وبنت حماي. تشرفنا فيكم. جمعة نسائية يعني ما في رجال؟ لا ما في حدا. ليش وينهم من غير شر؟ والله هلا طلعوا من شوي. بيكون أرياح. شو غديتوهم لحتى طلعوا؟ والله معكرونة وفول وحفتة. يا عيني يا عيني يا عيني، يعني نزلوا على الشغل؟ لا مشوار. أيوة على أحلى، أنا بحبهم هدول الآخر 15 يوم من رمضان، لأنه بتفتح الأسواق وبيتدب الحياة بكل الأماكن. صح. فبيكون كتير حلو المشوار بعد الفطور. جاهزة يا فاطمة؟ يلا. عم تحضرينا من أول رمضان؟ أي أوقات هيك وأوقات فترة. طيب. كهربا. على شو هلأ عم تتابعينا؟ هلا والله انا بغرفه ثانيه على التليفون. تمام. لانه تمام. ما في تغطيه بغرفه التلفزيون. تمام تمام. لا انا بس مشان اذا في تلفزيون نوطي الصوت، طالما ما في تلفزيون فامورنا بالتمام. ركزي معي وساعديني لانه انا ما بقدر اعلي صوتي. ماشي يلا. اي محافظه غالبا ما يفخم اهلها حرف الجيم عند نطقه؟ معلش تعيدي. اي محافظه ايه غالبا ما يفخم أهلها حرف الجيم، جيم عند نطقه؟ حلب. أحسنتي. ما هي المحافظة الوحيدة التي يوجد ثلاث نقاط في حروف اسمها؟ نقاط في حروف اسمها؟ لا أيوة لاذقية. لا اللاذقية كلها نقاط يا حياتي. دقيقة لا ما بدها مساعدة، لا ما بدها مساعدة، لأنه اللاذقية كم نقطة؟ ذا وقاف وي وتي مربوطة. ها بدك بس ثلاث نقاط. إيه والله هيك بدي. ما حساعدك لأنه ما بدها. دير الدور. أحسنتي. يلا ايه في اسئله يلا انا شوي متلبكه. لا 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 تتلبكي فاطمه، لانه الاسئله سهله ماشي، اما السؤال الصعب لحالي بساعدك. يلا
ما هي المحافظة التي كانت تسمى أجزاؤها قديما أنترادوس أو أرادوس؟ وأرادوس طرطوس أنترادوس طرطوس وأرادوس هي جزيرة أرواد. برافو عليك يا فاطمة. أي محافظة تشتهر بالحلاوة الخبزية يلي بتجي لونين أبيض وزهر؟ أكيد حمص. أحسنتي. قرية الأربعين خيط من قرى أي محافظة؟ قرية الأربعين خيط. خيط خيط حرير على حيط خليل. حلب؟ لا لا على مهلك. خيط حرير على حيط خليل، بس هذا الحيط بأي محافظة موجود؟ مو حلب، أبعد جنوباً. قنيطرة. أحسنتي. هنسمعك هيك شوية موسيقى لحتى تسترخي من فرقتنا الموسيقية. تمام شكراً. إيه؟ تعرفي إنه أنتي لازم تربحيني لأنه وعدت لحماتي بنص اللي بربحهم. إيه حربحك. إيه يلا. إيه فاطمة قلت لحالي في شي رعبتيني والله يا فاطمة. فاطمة أنتي حتربحي لأنه واضح إنك أنتي شاطرة. الغنية اللي انعزفت لمين؟ سواء الكفوري. طيب شو اسمها؟ أحبك لما بتحكي. غني لي إياها لربحي. والله صوتي ما حلو. شوي بس مقطع. يلا شو بحبك لما بتحكي. سمعة شبابك ضحكي شو بحبك لما بتحكي. فكرتك صاروا مني وفيي. يلا يلا يا فطوم. يلا. إلى أي محافظة تعود أصول العالم والطبيب ابن النفيس؟ وفي مستشفى بهي المحافظة التي تعود أصوله إلى. فهمتيني؟ إيه. يعني أصول الطبيب والعالم ابن النفيس من أي محافظة، وبنفس المحافظة في مشفى بتحمل اسمه. مو هو مكتشف الدورة الدموية؟ هلأ إيه؟ بغض النظر أنا بدي هو وين اكتشف لهي الدورة الدموية؟ حلب؟ هلا هو يعني كل شيء بيرجع لحلب على عيني وراسي، بس لا مو حلب. مو حلب. انت كل شيء عم تبلشي لي جواب عم تقولي لي حلب. لا عم اقول لك المستشفى. مالك سمعانه بمستشفى ابن النفيس؟ بالشام. طيب شو يعني؟ بدمشق. احسنتي. في اي محافظه توجد قريه علوك او علوك الشهيره بتواجد دقيقه علوك؟ ايه؟ في أي محافظة توجد قرية علوك الشهيرة بتواجد محطة مياه فيها؟ شكلولي ابو الكلمات إذا ممكن. يلا مشان ما يصير خطأ. فهمتيني ماما؟ فاطمة. حسكة؟ أحسنتي. في أي محافظة توجد قرية كناكر؟ هذا الميكرو دائما كنت اتذكر ساع كناكر. فانا اذا بدي اتذكره معناتها وين؟ ريف دمشق. احسنتي. هاي سرعه البديهه. اذكر محافظه تسمى الجامعه المقامه فيها باسمها، يعني جامعه كذا. مثلا في حلب ودمشق. احسنتي. وفي حماه وفي طرطوس. تمام. أيهما أبعد عن الخليج العربي؟ حلب ولا اللاذقية؟ اللاذقية. أحسنت. برافو عليك. إلى تراث أي محافظة تعود الدبكة الدرازية؟ ما سمعت السؤال إذا تريدي. إلى تراث أي محافظة تعود الدبكة الدرازية؟ سويداء.
لا. قريبة عليها؟ اي نعم. درعا؟ احسنتي. هلا سمعونا لدرعا بس مو من مفرق جاسم، الثاني. أي محافظة؟ أي محافظة يا فاطمة؟ معك. تضم المدينة الملقبة برصافة هشام، هشام بن عبد الملك، الرصافة يعني. ما عندك تلفزيون، أنت ما عم تتفرجي؟ لا لا أبدا، حتى ما بعرف قديش صرت يعني. إيه معلش هلا بتعرفي، لأنه لو عم تتفرجي البروش اللي حاططه اليوم هي المحافظة يلي عم نحكي عنها، بس مشهورة رصافة رقة. أحسنتي، برافو عليك يا فاطمة. في أي محافظة يوجد دوار البيطرة يلي بيودينا على مطار دمشق الدولي؟ ريف دمشق. يا صرتي ترند وصرتي ترند، صرتي ترند وصرتي ترند، صرتي ترند وصرتي ترند. ألو فاطمة، دمشق. هاش تخبصي، بدك تقولي لي حلب؟ لا لا ما قلت حلب، دمشق. أحسنت. في أي محافظة توجد منطقة سلقين؟ سلقين. حماة؟ لا لك أعطيناكي فرص كتير يعني هيك، ما مو تحذير القصص. طيب طيب، لأنه هذا آخر سؤال. عفوا عفوا عفوا، إدلب. أحسنت. ومليون ونص يا فاطمة، وأنا قلبي عم يدق 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 لأنه ناطرة الغالي بعد البريك. رجعنا؟ ايه ما حسيت، رجعنا لكم بحلقتنا لليوم من برنامج 14، اخذ عقلي الضيف عم بتطلع فيه لانه غالي كثير على قلبي. اهلا وسهلا فيكم مره جديده معنا، وبدي اذكركم انه كل حدا مو قادر يتابعنا على التلفزيون بيقدر يتابعنا على هواء اذاعه نينار اف ام ولايف الفيسبوك على صفحه سمارت سوفت سيرفيسز. وهلا وصلنا للوقت يلي عم نستضيف فيه بكل حلقة من برنامجنا نجم سوري لنعيش معه أحلى الأوقات، وضيفنا لليوم الله يرضى عليه، الله يرضى عليه مع أنه عم يعذبني كتير، نجم شاب واثق الخطى ويمشي ملكا من لحظاته الأولى بالوسط الفني، كان واضح أنه رح يصير له شأن مهم بالمهنة مستقبلا، وبسبب موهبته الملفتة للنظر وقف بأول أعماله مع النجم الكبير الأستاذ بسام كوسا، وقدر يثبت حاله بدور جدا صعب لحتى صدقنا أنه هو مريض وما بيعرف يحكي وما بيقدر، عنده مشاكل خاصة. وبسبب اجتهاده وإبداعه اشتغل بعد كم سنة مع النجم الكبير أيمن زيدان، وكمان أثبت حاله بطريقة مميزة عم تساعده ليرسم طريقه الخاص بالتمثيل حتى يكون ما بيشبه أي حدا، وهو ما بحب يكون بيشبه أي حدا. هالموسم وهداك الموسم، بدي احكي على هداك الموسم، لعب شخصيتين بمسلسل كوميدي كل واحدة ما بتشبه الثانية، بيقدر عنده تحكم بأدواته الفنية بطريقة مذهلة. هالموسم عم يلعب شخصية عصبية وبتضل عم تعمل مشاكل معي تحديدا، بس بنفس الوقت عم تحقق له نجاح كتير حلو. ضيفنا لليوم مثل ما كتار مرقوا وبقول أولادي ابني الكبير تيسير، الشاب رامي الأحمر. نشرب تمر هندي، نشرب تمر هندي، نشرب تمر هندي، وبنسألك كيفك؟ أنا منيح كتير، شكراً كتير على المقدمة الجميلة. هذا فريق الإعداد الرائع،
رمضان كريم ونعاد على الجميع بالخير والصحة، وشكرا على هالبرنامج اللطيف والحلو. على فكرة ما بدي الكروت. رامي، أول ما سمعت كلمة 14 شو خطر لك؟ فكرت الجائزة 14 مليون. بعدين عرفت انه هن 14 محافظة. وانا متابعك، انا عم تابعك كثير بهذا البرنامج، تقريبا كل يوم عم شوف البرنامج. حبيت؟ البرنامج حلو بس انت اللي محليتي. لك دخيل قلبك، شكرا كثير، كلكم ذوق، انا نسيتهم برا بعتذر كثير لهجتي فيك. رمروم على الروزانا هي البداية. صح. كان من مسلسل كثير حلو، مسلسل جميل، انت لعبت شخصية مركبة صعبة، فيها كتير تفاصيل، وخاصة كانت الدام الكبير بسام كوسا. أكيد. اخراج الفنان والنجم يلي منوجه له تحية الاستاذ عارف الطويل، غناء ميادة بسيليس الشارق، يعني مسلسل متكامل تقريبا. احكي لي عن الروزانا. هذا أول مسلسل عملته بعد التخرج. نحن صار عنا شوية مشاكل بالمعهد بموضوع التخرج، فأنا كان بالنسبة لي هو مشروع تخرجي هذا المسلسل، وحسيت أنه أنا ممكن أقدم فيه شيء أنا بحبه بهيك نوع أداء من الشخصيات. كنت سعيد جداً بهي التجربة. لما التقيت الأستاذ بسام كوسا كنت عم برجف كتير، ولكن هو حدا بيفهم الشباب كتير منيح، لانه روحه شبابيه من جوا، فاستوعب انه هذا يلي هلا تخرج انا لازم احتويه، مثل ما عم يعملوا كل النجوم الكبار معنا لما عم يحسوا انه في هي الرهبه تجاههم. فالحمد لله قدمني بطريقه كثير منيحه وكملت المشوار. رامي، انا من الناس اللي بلاحظ، وانت بتعرف انا دائما بقول لك على هي الجمله، انت كثير بيتغير شكلك باللعب، كثير بشكلك. صح. يعني انت بالروزانا مو انت بزقاق كنت عم بنون على مين يوم. يعني صح. في ناس هلا بدها تقول كيف، مين هذا، وين، اي دور كان بالروزانا هذا؟ هي القدره انت مكتشفها قبل ما تفوت على المعهد ولا اكتشفتها اثناء المعهد؟ هلا في شيء من وقت المعهد لما نحن بنعمل الشخصيات، اكتشفت انه يعني والله ممكن العب على هي الملكه. هي ملكه بحسها من رب العالمين والحمد لله على عطائه. صرت استخدمها بعدين، حسيت انه ممكن تقدم لي شيء على صعيد الشكل. وانا اساسا لما بعمل الشخصيه بحب اني انا يكون شكلها مختلف عن باقي الشخصيات الثانيه. انا مثلك، انا بحب اني غير تماماً مشان احس حالي اني عم بعمل شيء جديد. هي مثل ما انت اكيد نجمتنا الكبيره بتعرفي انه الشخصيه عندها لها تفاصيل، لها ادوات، لها طريقه حكي معينه، لها نوع اداء معين، فاكيد هو الشكل هو جزء كبير من هذا الشيء. رامي، شو قصه برايك، شو تفسير الشر بشخصيه تيسير؟ هل هو شرير متأصل بالجينات، ولا هل هو شيء مكتسب من جده ومن تربية جده له، ولا هو حل كان منطقي للشخصية؟ الأول شيء ما بدك ترضي علي. هلا أنا لو غضبت عليك بس قلبي بيكون رضيان عليك. لا، تيسير أنا برأيي الشخصي إنه هو تابع لجده، هو جده هو المثال الأكبر والأعلى بالنسبة له. هلا المسلسل لسه راح يكشف كثير قصص لقدام، ما بدنا نحرقها فظيعة. بس انا ما بحس انه تيسير هو شرير، لانه اذا بنرجع يعني ما بدنا نفصل الاشياء، بس تيسير لما كان عنده فرصه انه يكون شرير ما كان. احتوى مروان لما انصاب مروان، لما كان في مشهد بيناتنا بقول لك انه انت تاج الراس يا امي، فبتقولي لي انه انا زعلان منك، بحس منطق الشر ما له علاقه بتيسير. هلا في شوي يعني لا يخلو قابل انه يكون شرير، ولكن هو ليس شرير بالمطلق. بس هو قدوته جده وجد مو ابوه. ولا جدي شرير. هلا بالحقيقه ماله شرير. لازم ندافع عنه. اكيد. طبعا لازم ندافع عنه كلياتنا. شو اكتسبت من الاستاذ ايمن زيدان من خلال عملين كنت دور ابنه الفرسان الثلاثه؟ بنوجه تحيه للاستاذ علي المؤذن. أكيد. مخرج العمل. أكيد. ومسلسل زقاق الجن. شو اكتسبت، شو تعلمت من الاستاذ ايمن؟ اوف، شو الحكي كثير. يعني اول شيء الاستاذ ايمن بدي اوجه له تحيه، وبدي اقول له انا بحبك كثير، وهذا الحكي ما له مجامله، انت بتعرفي كثير منيح شو بيعني لي الاستاذ ايمن. تعلمت منه يمكن الحكمه بالحياه. تعلمت منه الصبر. تعلمت منه انه كيف انا اكون قوي باصعب اللحظات بحياتي.
تعلمت كيف كون ذكي بخطواتي بآرائي بالتفاصيل اللي أنا ممكن أعملها ضمن المشهد أو كيف أنا أقول اقتراحي بطريقة ذكية جدا. الأستاذ أيمن كان دائما يقول لي إنه تعال عندي على الغرفة ويحطني ويقول لي كم من الملاحظات هائل أكيد هي بمصلحتي طبعاً. كان في كتير مناقشات شو لازم أعمل بالمستقبل، فأنا بقول له شكرا على كل معلومة وكل نصيحة قدمت لي إياها. شو قصة الكواليس بينك وبين سليمان وبين علاء وبين هي، شو هي القصص والفيديوهات؟ معنا واحد مجنون اسمه سليمان رزق. شفناه حضر معنا لهون. سليمان قمة في الطاقة كان بالمسلسل، وعن جد هذا الشخص خاص جدا، بدي اوجه له تحيه. ونحن كنا عم نتعامل بالكواليس على انه انا تيسير وهو مجدي الشخاخ وعلاء وعلاء هو اخي دائما بصفي، مروان دائما هو انه مو عاجبه خارج السرب ايه مو عاجبه شيء. فهي التوليفه كانت جميله جدا حتى مع البنات، يعني لما يصير شيء انه روض بمرتك او روض بحرمتك مزبوط. فحتى مع الراحل اكيد استاذ شادي زيدان بدي اقول له انا اشتقت لك كثير. انت كنت ابنه كمان بالفرسان. انا افخر انه انا اشتغلت معه الله يرحمه، لانه هو انسان قبل ما يكون فنان. انت بتعرفي كثير منيح شو بيعني لنا الاستاذ شادي الله يرحمه. بس انا لما بتذكر الاستاذ شادي يمكن الزعل بيكون موجود، بس اللحظات الممتعه اللي نحن عشناها معه عن جد دائما بتخلق بسمه على وشك. بيسالوني العالم انه ليه لما بتحكي عن انه عم تحكي بموضوع يعني محزن ليه عم تضحك، بقول له لانه اللحظه ترك الحلوه ترك اثر ترك اللحظه أثر الحلوه يعني. بتنسي الزعل اكيد. هلا ليك السؤال اللي موجود عندي هو شو عم تتابع مسلسلات غير اللي انت موجود فيها؟ بس انا بدي غير السؤال مع الاحترام للاسئله، بدي اقول لك عندك 3 مسلسلات انت مالك موجود فيها وقالوا لك فيك انك تكون موجود بواحد فيها. الزند العربجي خريف عمر، اي بتختار انك تكون موجود فيه؟ هلا فعليا في في مخرجين ما رح لا ما لا. دخل وين بتلاقي حالك اقرب اكثر؟ هذا ما لعبت هذا العمل هلا والقلب ميال ما في مشكله هلا يمكن يعني. لانه انا عملت تجربه شاميه فما بختار العربجي لاني عملت تجربه ببيئه شاميه ومشتغل مودرن من قبل اجتماعي فممكن اختار الزند لانه جديد وطرحه جديد وبحس اني انا ممكن اقدم فيه شخصيه منيحه ان شاء الله. ما بتعرف يمكن في جزء ثاني ان شاء الله. رامي دائما الفنان ببداياته قد يفكر بالانتشار، قليل اللي بيفكروا بالنوعيه اول شيء. انا منهم اول شيء بتفكر انه انت بدك تنتشر بدك تشتغل كم على حساب النوعيه. انت بحسك لا بتفكر انك بدك لا نوعيه، يعني انت ما بتغامر ما بتفوت على اي عمل لمجرد انه لازم انا اكون برمضان بثلاث اربع اعمال صح. شو رايك شو وجهه نظرك بالموضوع؟ وجهه نظري انه ممكن انت تشتغلي يمكن بهذا الوقت يمكن غير زمانكم كان الامور كانت اقل الاعمال كمان اقل الاعمال. هلا لا الوجوه كثيره الاسماء كثيره خاصه نحن الشباب كل سنه في دم جديد عم يطلع. انا من لما تخرجت من لما اشتغلت روزانا هو حط علي يمكن حمل وانه انا قدمني بطريقه منيحه كثير، فانا يا بدي كمل على هاي الخطى يا اما بدي اصير اختار بالسنه مسلسلين يكون واحد منيح واحد اقل تواجد او اقل ظهور فيه. فبحس انه لا انا ممكن اقعد سنه بالبيت بس دائما الدور هو اللي قدمني وبغامر بالدور بشو بعمل. يعني بالفرسان انت بتعرفي عماد شكله غير كثير غريب رحت فيه للاقصى، فانا بغامر بالدور يعني بحب المغامره بس مو على حساب اني انا اتقدم بطريقه منيحه او لا، على حساب انه يكون عندي مسؤوليه تجاه دور واحد. طيب هلا بدي اسالك سؤال قد لا استطيع ان اساله لممثل اخر غيرك. انت اكثر حدا اشتغل اعلانات واشتغلت اعلانات مو حيالله اعلانات، اشتغلت اعلانات كثير خاصه كثير الى جماليتها مع صح. مخرج عم يبني اسم كثير كبير السدير مسعود صح. نوجه له تحيه كثير كبيره أكيد غير وجهه النظر بالاعلانات، خلى كل ممثل يتمنى السنه الجايه انه ان شاء الله سدير يبعث لي اعلان غير انه بقى بدنا نشتغل معه دراما صح. شو 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 قصته سدير وشو شو الاعلانات هي اللي كانت هيك تخليك انه شو هذا اعلان ولا مسلسل مالي شايفته انا شو هذا؟
أنا سعيد جداً أني أنا اشتغلت هدول الإعلانين مع الصديق سدير مسعود والمخرج أكيد، واشتغلت معه مسلسل القيد مجهول. من وقت الإعلانات قال لي أنه رامي أنا بدي إياك بإعلان، كنت شايف قبل كان عامل إعلانين قبل، فكتير تحمست دغري. وسدير من النوع اللي بيغرق بالقصة للأقصى، يعني ما تعامل مع الإعلانات بالشكل المجاني، أنه هو إعلان لا بالميزانية ولا بطريقة الطرح. يعني كان بالنسبة لي قال لي أنا ما عم بعمل إعلان، أنا عم بعمل فيلم قصير. أصلا هي هيك، أي 100% هي هيك، بده يقدمك بطريقة خاصة شوي. عندك مشكلة؟ قلت له أكيد لا. حتى على صعيد الملابس والشكل، سدير هو بيبحث بانه شو يعني بهديك الحقبه، مو انه اي شيء نحن كنا لابسين، نحن كنا عم ندور على بهداك الوقت شو كانت تلبس هي الشخصيه بهذا الاعلان. مو شيء عشوائي 100%. التعاطي ليس مجاني كان، وانا كثير سعيد. بحس انه من هون بلش الشاطه والجنان بال 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 بتعاطيك بالادوار. يعني هو كشف هذا الجانب عندك، انه انت بتلعبه وانت لعبته بباقي الشغل اللي 100%. كان محفز لي كبير، انه قال لي انه ما تخاف، هو حيقدمك بطريقه منيحه، بس روح فيها للاقصى. وهذا اللي صار. ليك عم يطلع معي اسئله كثير، بس هلا بدنا نكون شوي سريعين بالاجابه. رامي يلي ما بيعرف ويمكن يتفاجئوا، رامي من محافظه حلب، وما شاء الله متقن للهجه الشاميه بطريقه هلا كان عم يقولوا لي إيه، يعني ما حدا بيصدق انه مالك ما في لسه ما في مفردات. افقسي لي الزر بجأجئ فورا امتى ما بدك. فقسته. هلا سؤال، شو الامنيه يلي بتتمنى اذا هلا في مصباح علاء الدين انها تتحقق؟ جاوبني بالحلبي. بالحلبي هلا بتمنى اكيد انه انا بعيد شوي عن اهلي. ماما لها 6 سنين ماني شايفها، فمشتاق اني ارجع اجتمع فيها. وينها؟ بهولندا. واخواتي برا، فانا بحب انه نرجع هيك يعني نقعد على طاوله وحده وتطبخ لنا شويه يبرق وكباب، لانه اكلاتها كثير طيبين. ان شاء الله عن قريب يا رب يا رب يا رب تتحقق هالامنيه يا رامي. وهلا بلش التحدي. عنا تحدي هو رمي الكرات بالسله، وانت بنعرف انك رياضي وكانك عرفان شو بدنا نعمل فيك، جاي لابس رياضي. واللي بيجيب انا وياك رح نلعب اكبر ربح. يعني انت 7 كرات وانا 7 كرات، 7 و7 14. نحن كل شيء عنا 14. العقوبه بعدين بقول لك شو هي. جاهزين يا شباب؟ تفضلوا. هون تمام. والسلة وين بدها تكون؟ أيوة ملعبي. هذا ملعبي. هاي ساعدنا. اوعى وشك. وحدة أنت وحدة أنا. العفو منك، إيه خليها هون لأن أنا أحمر. يعني رامي أنا موف. بلشي أنت. لا ladies first. بس خلينا 1 2 3 تفضل. بعدها هيك فاتت. ايوه هو قال لي بده يخسرني. طيب خلص ما خسرت. يلا برافو. حركها. برافو. ولا وحده. ايوه اوكي. أنا رح روح انتحر خلص. برافو برافو عليك. صفولي أنا ربحت. صفولا. هلأ خلصنا. تفضل أستاذ من التحدي. يلا. هلأ بقى العقاب يا أستاذ. شراب تمر هندي. لا يلا يا شباب. شو؟ بما أنك عذبتني كثير هالفترة. ايه. وبالمسلسل كثير عذبتني. اوكي. وانا مريضه
فقررنا انك تعصر لي كاسة بردقان. بعيوني التنتين. شكرا. شكرا. لحظة بس. بدك تعصر لي كاسة البردقان على طريقة اليوتيوبر الجداد مشان نعمل دعاية للقناة ونحقق أعلى نسبة مشاهدات. تمام. جاهز؟ جاهز. نعد معنا انتو يا شباب. واحد اثنين ثلاثة. بس هدولنا دقيقة، بدنا نهدي شوي لأنه بده يحكي مع ال يعني الموسيقى بتكون خفيفة شوي. تفضل. أهلا وسهلا فيكم حبايبي بحلقة جديدة مع شلون بدك تعمل برتقان بشهر رمضان. أول شيء بتجيب 14 برتقانة، لأنه إذا ما عملت 14 برتقانة أمك ما حترضى عليك. بتجيب البرتقان بتبلش بتقطعه، بتحط أمك قدامك بتطلع فيها وبتغني لها لحتى ترضى عليك. طبعا بتغني لها يا مو يا مو يا مو يا ست الحبايب يا مو يا مو. هلا انت ما كثير تتضايق، يعني انت كمان بكون عم تحرك الترايسبس والبايسبس، فانت اخذها بمنحك. ايوه ايوه. ويا مو يا مو ويا ست الحبايب يا يا مو. يلا بسرعه بسرعه بسرعه. ويا ست الحناين يا يا مو. كم كيلو عصير عصرتي لي؟ الله شو نضاف البردقانات. وعذبتك كتير تتشربيني، وضاع حق الكيلو فيني يا مو. ولك يا مو يا مو ويا ست الحبايب يا يا مو. هي أطيب كاسة عصير، مو من شان شيء، من شان صحتك. أيوة لك روح قلبي وربي يرضوا عليك يا تيسير. وأخيرا يا ابن أبو تيسير. وأخيرا تفضلي. معلي محارم شباب، لأنه البرتقان الله إن شاء الله صحة وهنا. بريك وراجعين. عوافي يا متابعينا بحلقتنا ببرنامج 14 المتصل التالي. بحلقتنا هو اكثر شخص جمع نقاط من خلال ارسال الكثير من المسجات عبر سيريتيل على الرقم قديش يا استاذ رامي؟ 101 14 1 11 14. ايوه. وعبر ابتي انا على الرقم 14 01. وكرمال هيك بس لاول متصل معنا بهي الجوله لما بنقول له مرحبا وبيقول لنا 14 مرحبا فورا بيربح معنا قديش يا استاذ رامي؟ 500000 ليره سوري. ايوه احسنت. وأكيد بدي أذكركم بقصة الألف نقطة، لأنه بتقدروا تدعوا أصدقائكم للمشاركة بمسابقة برنامجنا 14 وتحصلوا على 1000 نقطة وقت يقبلوا دعوتكم. وهالشيء أكيد من خلال أنكم تبعتوا رسالة على سيريتيل على الرقم 1114 وعلى MTN على الرقم 1401 فيها كلمة دعوة بعد فاصلة بعد الرقم اللي حابين تدعوه لمسابقتنا. وهلا بنبلش باول سؤال من الجوله الثالثه، ولكن بنتلقى الاتصال وبنقول مرحبا. 14 مرحبا. ايوه. مين معي؟ وائل من حمص. اهلا وسهلا يا وائل من حمص، انت ومين عم تحضرنا؟ والله قاعد مع رفقاتي. اهلا وسهلا فيك، عم تحضرنا على التلفزيون ولا على الهاتف؟ والله على الهاتف. معنا النجم رامي الاحمر، عم تشوف مسلسل ذا ارجن؟ لك 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 عند خير ربه عم تابعك وتابعه. الله يخليك. مبسوط بالمسلسل؟ والله مبسوط كثير، وانت عامل دور كثير حلو. لك لك تسلم تسلم. جاهز جاهز للمسابقه؟ لك بس عم يعذبني اذا مرق من قدامكم من حمص تيسير اعمل اللازم. خلص. لا 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 اوعك 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 والله ما بيهون علي علي ان شاء الله. بروح. اذكر محافظه اذكر محافظة ترد الشدة في حروف اسمها مترافقة مع الفتحة، يعني في شدة وفتحة باسم هي المحافظة. شدة وفتحة؟ ايوه.
شدي فوق فتحة. اللاذقية. أحسن. سؤال تاني أستاذ رامي. في أي محافظة يوجد برج السيناء الميناء طرطوس؟ قلت له طرطوس. برافو عليك. ما هي المحافظة التي وردت في الكتابات الآشورية باسم خلابة؟ أوف. نرجع نعيد السؤال بس شوي. حاضر. ما هي المحافظة التي وردت في الكتابات الآشورية باسم خلابة؟ بين خلابة يبرق حلب. حلب. الله. أحسن. رمروم. أيهما أكبر مساحة، الحسكة أم الرقة؟ حسكة طبعاً. أحسنت. جوجل ما شاء الله. وائل. تفضل. شو دارس يا وائل؟ والله وصلت للتاسع وما قدرت. مو حرام عليك، مو حرام عليك. والله الوضع التافه. معلش معلش معلش، الشغلة مو بس هي شهادات، معلومات كمان مفيدة ومهمة. الحمد لله الحمد لله. حلوين إذا اجتمعوا إن شاء الله بركب. وأنت كمان شغلتينا المعلومات، صار لنا 30-20 يوم عم تتابع المعلومات. هذا البرنامج، هذا البرنامج مو أنا. إلى أي محافظة تعود أصول صاحب أغنية اسمع؟ يلا. صارت صفر نفسيتي، صارت صفر نفسيتي، صارت صفر نفسيتي. طبعا الأستاذ حسام من إدلب. أحسنت. شكرا لفرقتنا الموسيقية. السؤال السادس تفضل أستاذ. في أي محافظة توجد قرية كفر شمس؟ كفر شمس. ما بتعرف؟ ما بتعرف؟ وائل. درعا. أحسنت. حربتنا نسمع غنية من الفرقة الموسيقية يا وائل. غني لنا ياها، بتعرفها؟ والله إذا ما كرمالي كرمالي يلا. منبلش سوا. ايه تكرم عينك. واحد اثنين ثلاثة، بس شوي شوي مشان نسمع صوته. واحد اثنين ثلاثة، بلش انت. من مفرق جات للطنامين الحاجيتي. والله ما بعرف يا مدام. ولا يهمك ولا يهمك، نحن بس هيك مشان انت تكون شوي هيك. بخير ربي. تفضل استاذ. السؤال السابع، في اي محافظة توجد منطقة تشالما الجبلية؟ اوف تشالما؟ اي الجبلية. هو والله يعني السؤال بيوحي بأنه بغير قارة. اي يعني كنت بأوروبا. لا ليش نحن، ليش نحن مو عنا مناطق بتضاهي اوروبا بجمالها؟ لكان اي والله خصوصا طبعا. طبعا برافو عليك. الفنانة النجمة الكبيرة كاريس بشار من مواليد اي محافظة؟ ضايع بس ثاني، بس انا ضايع بين محافظتين، دمشق يمكن. احسنت. مشان ما تروح على الخيار الثاني تفضل استاذ. اذكر محافظه تشتهر بصناعه لبن الجميد. لبن الجميد. 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 لبن الجميد يلي شمال شمال رمضان. ديا 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 ديا. هذا الجميد، الجميد اسمه الجميد، هذا بيكون مثل الحجر الابيض، بينقعوه بالمي. شو بيصير؟ بيصير لبن، بيعملوا فيه الملاحي وبيعملوا فيه المنسف. دير الزور طبعا. درعا. درعا. احسن. درعا. يلا شكرا لكن لكن. يلا سؤال عاشر. في اي محافظة توجد مدينة عين العرب؟ يلا يا وائل ما عاد نقدر نساعد. وائل عم تسمعنا؟ والله سامعك يا استاذ. حلب. حلب طبعا. احسن. برافو عليك. شفت لي شفت لي. بس بدكم هيك بس لاقدر اطلع من متلبك شوي بس. ايه معناتها اوكي، انت خد وقتك ونحن ايه. ماشي. ليك هالسؤال شو سهل. في اي محافظة توجد منطقة حرستا؟ ريف دمشق. احسن. ها هدوء هلا صار هدوء. تفضل. طيب. استاذ. إلى أي محافظة ينتمي نادي الطليعة لكرة القدم؟ سهلة. حماة. أحسنت.
الأستاذ رامي أسئلته سهلة كمان. شو؟ الأستاذ رامي أسئلته سهلة كمان. أسئلتي سهلة عم يقول. أسئلتي شو قصدك؟ لا 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 فعلا فعلا فعلا, فعلا فعلا يا وائل أكال نكار أنت. أكال نكار. لا يا وائل ما كان العشم يا وائل ناقصني أنا. لا نحن نحن. وائل أنت وكم رفيق عم تحضرنا؟ والله اثنين. شو أسمائهم؟ مجد وعلاء. مجد وعلاء. مجد وعلاء. طب خلي مجد يجاوب سؤال وعلاء يلا. يجاوب سؤال يلا يلا تفضل تفضل. ايوه حي الزهراء. انت مجد ولا علاء؟ مجد. مجد. حي الزهراء من احياء اي محافظه؟ طبعا مدينه حمص. احسن. دور علاء. يلا يا رامي. يلا يسعد مساكم. اهلا وسهلا يا علاء. علاء إلى أي محافظة كانت تتبع كل من الرقة والحسكة في زمن الاحتلال العثماني؟ نعم. بالثالثة. الثالثة. عيد السؤال بعد اثنين. طيب. دير الزور. دير الزور. أحسن. شباب جوجل. معلش تعلي صوتك وتقول له قديش ربح بطريقتي. صار ربحان 2,000,000 ليرة سورية. مبروك مبروك. بالجولة الرابعة والأخيرة المتصل الأول اللي رح يكون معنا يا رامي هو أكثر شخص بعت رسائل بالقديش؟ بال24 ساعة الأخيرة. على سيريتيل على الرقم قديش؟ 1114. وعلى MTN يا ماما على الرقم قديش؟ 1401 يا ماما. والمتصل الأول بهي الجولة يا ماما بس رح يربح معنا قديش؟ 500,000 ليرة سورية. لما بنقول له مرحبا شو لازم يرد علينا يا ماما؟ 14 مرحبا. وبدي أذكركم إنه كل حدا مو قادر يتابعنا عبر التلفزيون بيقدر يتابعنا وين يا ماما؟ على لايف الفيسبوك وعلى إذاعة نينار FM. وعبر لايف الفيسبوك وين كمان يا ماما؟ على سمارت سوفت سيرفيس. برافو يا ماما. مرحبا يا 14. مرحبا. مين معنا؟ بلال خضر من حمص. اهلا وسهلا يا بلال من حمص. عم تحضرنا على التلفزيون؟ اي نعم. شو رايك بضيفنا اليوم؟ والله الاستاذ بوجه له تحيه كبيره. تسلم. الله يخليك. الله يسلمك يا رب. شو أحلى دور شفته لرامي؟ والله مسلسل ما عاد أذكر اسمه. الروزنة. الروزنة أكيد. أي الروزنة. نعم مع الأستاذ بستان كوسف. أيوة أيوة يا بلال. بلال لا تتلبك هي أول شغلة لأنه نحن هون لحتى نساعدك ولحتى تربح. ماشي؟ نعم نعم. ومعك جوكر هو الأستاذ رامي الأحمر. أهلا ومين سهلا. بلال أنت ومين عم تحضرنا أولا؟ والله أنا وزوجتي. سلم لنا عليها. الله يسلمك يا رب. والسؤال الأول مع الأستاذ رامي تفضل. في أي محافظة توجد أكبر مدن جبل العرب؟ في أي محافظة توجد أكبر مدن جبل العرب؟ أكبر مدن جبل العرب. جبل العرب. بالسويدة. أحسن. أي محافظة سميت ساحتين فيها تيمناً بمؤسسي الدولتين الإسلاميتين الأشهر في سوريا قديماً؟ والله بس معلش ترجع سؤال. طيب أي محافظة فيها ساحتين كل ساحة باسم دولة إسلامية مشهورين؟ عندك ساحة الأمويين. دي محافظة دمشق. أحسن. وأكيد ساحة العباسيين. تفضل استاذ. في مدح أي محافظة قال الأخطر الصغير قصيدته الشهيرة؟ أنا آسف ما عندي كثير عم شوف. نفيت عنك العلا والظرف والأدب وإن خلقت لها إن لم تزر حلبة. محافظة حلب. الله عليك. وعذرونا إذا في أي غلط بالتشكيل. في أي محافظة توجد مدينة العشارة؟ عشارة يعني عشائر. دير الزور. أحسن. في أي محافظة توجد غابات المولى حسن؟ غابات المولى حسن؟ نعم. محافظة طرطوس. أحسنت يا وائل. ما هي شو يا وائل؟
بلال، بلال عفوا، معلش بلال وائل نفس الوزن. نعم. شو اسمه اخوك انت بالاساس؟ والله وائل. نعم. ما عندك اخ اسمه وائل؟ لا والله. خلي امك تجيب ولد وتسميه وائل. الله باذن الله. بلال، بلال بلبل، بيقولوا لك بلبل؟ ايه والله. ايه عنا. يلا، ما هي المحافظة التي تشتهر احدى مناطقها بزراعة البصل؟ تعرف شو يعني بصل؟ يعني الذهب المفقود. الذهب، الذهب، الذهب الاحمر والابيض. بلال؟ نعم نعم معك. بتحب البصل يا بلال؟ لا والله. انا مشتاقه للبصل. يمكن وجد ما صار موجود يعني، بلش يكون بالسوق. هلا هي ريف دي مشق، لانه لا 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 هو فيه، هو لازم يكون بكل المحافظات والناس بتزرعهم بالجناين وكذا، بس في اهم منطقه بتزرعها وبتسقيها بال، فيك تساعده على فكره، لاقي بس طريقه هيك يعني. اوكي ليك، لانه هي اخر فرصه لك يا بلال. ايه نعم، بس معلش تقربي لنا بس الاجابه شوي. ما فينا يا بلال لانه كثير ساعدنا نحن. طيب بزراعه البصل. يا رب يا رب تجاوب، حط اجابه واتكل على الله. ادلب. غلط يا بلال. بلال ربحت معنا 1,000,000 ليرة سورية، مبروك. وهلا مشان نعطي فرصة لأكبر عدد من مشاهدينا أكيد. رامي منشوف آخر اس ام اس وصلتنا بعد بلال، محل ما وصل بلال بيكمل صاحب الرقم 0993588. رد علي وقولي حبيبي انا، رد علي وقولي لحظه لحظه حبيبي انا. انت اللي بحبه انا، انت اللي بحبه انا، انت اللي بحبه انا، انت اللي بحبه انا. مرحبا. 14 مرحبا. ايوه يعني كنا فايتين بديو ما حبينا نطلع منه. ايوه مين معي؟ عصام. عصام؟ عصام ابراهيم طرطوس. لك اهلا وسهلا يا عصام. اهلا بالست، شكرا مرتجى، يا اهلا وسهلا فيكي. عصام من وين عم تحاكينا؟ من بانياس. من بانياس، الله حي المصفاية، طمني عليها شغاله. تمام شغالي. طالعه هالدخنه وعم تروح هيك وهيك. طالعه هالدخنه والشعل شغالي بالنوره الدنيا كلها. عصام مشغل شيء التلفزيون؟ لا والله مقطوع الكهرباء عندنا. أرياح أنت ومين عم تحضرنا؟ أنا والعيلة. لك أهلا وسهلا فيك، فيكم تقولوا لنا 14 مرحبا؟ إيه لك أما نقول يلا. لك شو هالعصام؟ 14 مرحبا. لك شو هالعصام هذا؟ شو هالعصام هذا؟ يا أهلا. يلا تفضل أستاذ رامي. عصام. نعم. ما هي المحافظة التي تشتهر إحدى مناطقها بزراعة البصل؟ زراعة البصل؟ إيه. إيه. حما. أحسن. أحسن. ما هي المحافظة التي يتضمن اسمها كلمة بمعنى السقاية؟ السقاية؟ ايه يعني دقيقة 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 عصام يلا شوف شو القصد. السقاية، السقاية في إلى مرادف صح؟ ايه. مثل مثلا شايف ريا وسكينة؟ شايفة. طيب من ريا وسكينة جيب لي أول كلمة أول حرفين بريا. بريا ال لا. ري ري طيب ري. كمل الله. كمل ريف دمشق. أحسن. لك أنا بحبهم هدول اللي بيلقطوه على الطاير راح صوتي على الآخر. تفضل عصام. نعم. ما هي المحافظة التي كانت تسمى البثينة في العصور الوسطى؟ البثينة بالعصور الوسطى لكان ترجع للسؤال. المحافظة اللي تسمى بثينة بالعصور الوسطى. ايه عصام. عصام اذا ما بتعرف لا تجاوب لساعدك. نعم والله يا ريت. تفضلوا. تفضل. درعة 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 درعة. برافو عليك. شو هالعصام درعة. لقط الجواب من الدو. لك لا. كل ما بدنا نسأل عن درعة
باسم هيفا صار المشاهدين من اول لحق من اول دوز. لك شو هالعصام؟ هات شو هالعصام، تفضل. احلى شكران والله على راسي. احلى عصام. عصام، نعم. في اي محافظه يوجد البناء الاعلى في سوريا؟ في اي محافظه يوجد البناء الاعلى في سوريا؟ لك دمشق. شو هالعصام هاد؟ لك اخي اسمه عصام، الله حي روح. عصام، نعم. انت بتعرفه لهذا المكان؟ على ما اعتقد، على ما اعتقد بناء المرجي. ما هيك شو شو دمع. شو عصام بناء المرجي؟ برافو عليك، برج دمشق يلي بيبيعوا فيها الهدنكة اللي من هي ما بنقدر ان هذا يلا هديك. شغلة يلا. طويلة بيبيعوا فيها هي ما بنقدر نحكي هي ندفع لحتى. يلا سؤال عشر إضافة لحلب، ما هي المحافظة الموجودة بين تركيا شمالا وحما جنوبا؟ بين تركيا شمالا وحما جنوبا؟ نعم يا عصام. بين تركيا شمالا وحلب جنوبا؟ حما نعم حما عصام حما أيوة. بين تركيا شمالا وحما جنوبا؟ وحما جنوبا؟ ايه وحما جنوبا. دخيلك يا عصام، بدي اياك يعني تركيا فوق وحما أيوة. بالجنوب وهي بالنص. ادلب. ايوه ايوه. عصام، نعم. في اي محافظه توجد محطه جندر الحراريه لتوليد الكهرباء؟ محطه جندر الحراريه؟ ايه جندر. ما تقدر نساعدك، بدك تجاوب. محطة الجندر الحراري. ايوه نعم. ايوه نعم ايه قول محطة الجندر الحراري. نعم. ما شاء الله عم تسمع الهمسة يا زلمة. حمص. ايوه حمص. شو هذا عصام؟ جوجل. عصام، عصام شو كنيتك؟ عصام جوجل ولا عصام شو اسمه؟ ما جوجل، ما عندي كهرباء ولا عندي شبكة. ابراهيم عزقينات ابراهيم، مو جوجل. لك شو دارس؟ شو دارس؟ بكالوريا. بكالوريا؟ نعم. لك دخيل قلبك، من أي محافظة كانت شخصية النجمة نسرين طافش في لوحة بقعة ضوء؟ دقيقة. مو جنسية نسرين، جنسية الشخصية يلي لعبتها نسرين طافش بأجمل لوحات بقعة ضوء الشهيرة، اسمها خناقة مطبخية هي والنجمة الكبيرة أمل عرفة. خناقة مطبخية؟ إيه. كانوا عم يتخانقوا بالاستراحة. والله ما حضرانا لهي الحلقة. لك شلون ما أنا حضرانا؟ اشبق عالصوم هلا بقى. حلق. خلص. هذا السؤال بتسمح لي اسأله أنا؟ أكيد. الحارس السابق. نعم. لمنتخب سوريا لكرة القدم. كمان أحد فرسان أحلامي. لأنه كلهم عم يطلعوا لي كل هالأرشيف. أحد لا ما لا ما دخلها. دقيقة. يلا. يعني أنا كنت حبه كتير وأنا صغيرة، هو وعبد القادر كردغلي. اسمه أيوة. مالك شكوحي. مالك شكوحي. أيوة. من وجه له تحية، هو وعبد القادر كردغلي. يعني هذا الحارس السابق مالك شكوحي كان. تمام. لا تقول قديش عمرنا يا عصام، لأنه واضح نحن قراب من العمر نفسه. من مواليد أي محافظة؟ مالك شكوحي على لاصقي. أحسن. تفضل. طيب، ما هي المحافظة التي يقع مركزها على الضفة الشرقية للفرات؟ الضفة الشرقية للفرات؟ نعم. الضفة الشرقية. مركزها. المركز تبعها. المركز تبعها؟ ايه. ما معقول. ايه. لا حرقة. لك الرقة. ربح معنا قديش؟ صرت ربحان معنا يا عصام 1,500,000 ليرة سورية. ولسه الربح ما خلص بحلقتنا، خليكم معنا للنهاية مشان السحب العشوائي لأنه ناطرتكم لتربحوا. فصل إعلاني وراجعين. رجع
رجعنا لكم متابعينا ومشاهدينا عبر قناة سماء الفضائية وإذاعة نينار اف ام ولايف الفيسبوك على صفحة سمارت سوفت سيرفيسز مع نجمنا الشاب رامي الأحمر. بدنا نحكي عن فقرة شكرا وعن المبادرات اللي صارت بفترة الزلزال ونتشكر أحد الشخصيات اللي قامت بمبادرة شخصية. ولكن قبل ما نروح لعند الصديقة أميمة حسن كيتاوي لازم نحكي مع رامي عن فترة الزلزال، لأنه رامي تحديدا كان من الناس اللي قاموا بمبادرة فردية مع مجموعة من الزملاء والنجوم الشباب. شو عملتوا رامي وشو خطر لكم أول ما فكرتوا بالقصة أو أول ما صار الزلزال؟ يعني هذا أول شيء أقل واجب نحن كشباب وكسوريين نحب هاي البلد، هذا أقل شيء نحن ممكن نقدمه بهيك كارثة صابتنا. نحن فقط أنه حسينا بالمسؤولية تجاه أهلينا والعائلات اللي تضررت وتجاه الكل بشكل عام. بشكل تلقائي اكتشفنا انه نحن عم نساعد، فقلنا انه ليه ما نطور هذا الموضوع اكثر. فكرنا شوي انه نحن ما فينا ننزل على المحافظات ونساعد، فخلونا نحن نساعد العالم اللي جاي من المحافظات لعنا، لانه نحن متواجدين بمحافظه دمشق. فصرنا نستلم حالات من محافظات نقدر نامن لهم هون ان كان مسكن او احتياجاتهم، يعني مثل ما بيقولوا من اي تو زد. مرهقه كانت الفتره، مرهقة جدا بس ممتعه. ممتعه ضمن الحزن وضمن ممتعه، بس انا هيك فكره العطاء ما عم بحكي متعه السعاده، بس هي سعاده العطاء. اقدم اي مساعده لاي شخص وحس انه هو عم يدعي لي من قلبه، صدقيني هي الدعوه. في ناس هلا من الناس اللي ساعدتها بتتواصل معها؟ انا كل يوم لهلا في اشخاص بيحكوا معي. عن جد؟ اكيد. نحن بدنا نوجه لهم تحيه، لانه انا أكيد. كمان انا وياك كنا على لينك كمان، مع انت عرفتني على ناس، انا عرفتك على ناس، انت عرفتيني على ناس. كثير كثير تعرف شو هي بالذاكره، مستحيل تروح هاي المرحله. بالمناسبه انت كمان، يعني انا كمان لازم اتشكرك، يمكن العالم بجزء يعني ما بتعرف. نحن اليوم لنتشكرك ونتشكر اميمه، بيعرفوا. ولكن انا بدي اتشكرك، لانه انا بعرف كثير منيح انت شو حاولتي تعملي لحتى تساعدي. هذا اقل واجب تجاه بلدنا، ونحن مشان هيك برنامج شكرا وهي الفقره تحديدا لحتى نشكر. نحن لسه بتضوي شوي رامي، صح. بس في ناس بالظل لازم نضوي عليها لانها بتستاهل، ولانه بدها تكون قدوة. منهم أميمة حسن كيتاوي، بنقول لك مرحبا يا أميمة. هلا، يعطيك العافية. كيفك؟ تمام الحمد لله. يعطيك العافية، و14 مليون شكرا على كل شيء عملتيه بفترة الزلزال يا أميمة. حبيبة قلبي شكرا كثير لك على هاللفتة الحلوة. بس علي لي صوتك شوي أميمة. شكرا كثير لك على هاللفتة الحلوة. مدام شكرا مرتجع لك دخيل قلبك، هاي فكرة البرنامج. أرجوكم ما تعزوا شيء إلي، هون في فريق متكامل. صديقتي أميمة، أيوة، شو الأشياء اللي كنتي عم تأمنيها لأهلنا المتضررين وأحياناً ما عاد قدرتي تأمنيها؟ هلأ والله بالبداية، أول شيء بأول يوم زلزال طلعت فوراً عن جوامع اللي قريبة من بيتي، لأنه كان وقت متأخر، وحاولت شوف شو اللي كان ناقص. كان ناقص شوية حرامات وأغذية طبعا ومي، حاولت كثير امن اللي بقدر على من بيتي، ولبس طبعا للاطفال. كان برد ومطر كثير والجو كان كثير كثير صعب، حاولت اخذ من عند اخواتي الاطفال، اخواتي البنات والبقايا، حاولت امن لاعداد منيحه يعني بالجامعه اللي كانت قريبه مننا. انت من اي محافظه صديقتي؟ من محافظه اللاذقيه. تشرفنا فيك يا اميمه. اميمه سمعنا انه كان في جلسات توعيه لليافعين، عم تساهمي فيها، خبريني عنها شوي. طبعا كنت بكل نهاية توزيع بالجوامع او بمراكز اللي يكون فيها موجوده، كنت اجمع اليافعين اليافعات اللي هنيك موجودين، نعمل جلسه عن الصحه الانجابيه، كان وعن النظافه الشخصيه اثناء الدوره الشهريه بعد توزيع الصور الصحيه طبعا، ونحكي شوي عن تفاصيل وقصص شو بصير وشو الهي. كان كثير ردة الفعل كانت حلوة كثير، وتحسسني الصراحة بأنه لسه لازم أعطي، لسه لازم نعمل. كان كثير الجو حلو هيك. بتحاولي تكملي مبادرتك؟ أنت شو بتشتغلي بالأساس أميمة؟ أنا متطوعة كنت، بس المبادرات كانت لحالي أثناء الزلزال. أنا متطوعة بكذا جمعية، بس مع هيك كنت حابة أني بادر هذا الشيء بنفسي من حالي. كنت أقدر أنه أوصل لأماكن أكثر، لبيوت، لشغلات اقدر اعمله ببيتي، هيك كنت احس حالي مرتاحه اكثر يعني. وميما، من مكانك ومن الشيء اللي عملتيه، شو بتوجهي رساله للجيل الشاب، للشباب الجداد، البنات الصبايا؟
والله بوجه رسالة لكل شخص عنده طاقة عنده أمل، نحن لساتنا أوعية، نحن جيل ما في منه، نحن أذكياء كثير، شغلات كثير حلوة، إنه كل ساتنا قادرين نعمل شغلات كثير كثير حلوة. يعطيك العافية ونقدم شغلات إيجابية كثير كثير. حبيبتي أمية يعطيك العافية من برنامج 14. غير شكرا، نحن حنقدم لك مكافأة مالية بسيطة، أكيد ما لقد الجهد اللي عملتيه، ولكن قد تساعد في أنك أنت تساعدي كمان ناس آخرين. بدنا نتشكرك كثير كثير مني ومن أسرة البرنامج. شكرا كثير لك ولك هذا البرنامج جميعا. شكرا أستاذ رامي، شكرا لك كثير. شكرا لك أكيد. شكرا ولو شكراً. هذا واجبي وهذا اقل شيء بقدر اعمله، وان شاء الله الله يقدرني واقدر كفي اكثر واكثر. ان شاء الله يا أميمة، ان شاء الله يا حبيبتي، يعطيكي الف عافيه. متابعينا ومشاهدينا نحن حنروح بريك، ولكن قبل البريك لازم اخبركم وذكركم قد ما بتقدروا بعتوا اس ام اس مشان تساهموا وتشاركوا بالسحب العشوائي يلي ما بتعرفوا يمكن رقمكم يطلع باخر لحظه وتربحوا معنا المكافاه الماليه يلي على هذا السحب. نحن بريك وراجعين. رامي انا بقول ستارت، حضرتك بتقول ستوب، بيربح معنا مبلغ. فجاهز؟ جاهز اكيد. ستارت. ستوب. صاحب الرقم 093-9257 بيربح معنا مليون ليره سوريه. نحن مو شارفنا، نحن انتهت حلقتنا، ما حسينا فيها رامي، انستنا وشرفتنا ونورتنا. 14 مليون اهلا وسهلا فيك ببرنامج 14. شو بتحب تقول كلمه اخيره؟ بدي اقول شكرا كثير لفريق الاعداد اكيد، يعطيكم الف عافيه، وشكرا كثير لك، وانا كثير سعيد اني انا اليوم كنت موجود معك. انت عملتي بصمتي تقريبا بتاريخي، لانه انا هذا اول برنامج بهذا من هذا النوع انا بطلع فيه، فللذاكرة وإلى بس يصير كون ختيار رح أقول إنه أنا أول برنامج كنت فيه مع مدام شكران مرتجى. لك أهلا وسهلا، وأنا مبسوطة إنك أنت موجود هون رامي، لأنه لازم تكون موجود، لأنه الناس بتحبك وأكيد حابة تشوف الوجه الآخر بعيدا عن الدراما. يمكن في كتير شباب وصبايا وممثلين ما بيحبوا كتير الإطلالات يلي مثل هي، ولكن احيانا لابد منها كرمال الناس تتعرف على جوانب اخرى. صح. حبينا نقدم لك هذا البروش، هو عباره عن اللوجو تبع برنامجنا، ان شاء الله يعجبك ليضل ذكرى طول العمر عندك. شكرا كثير لك، وبيعني لي هذا الشيء اكيد. اهلا وسهلا فيك. الشكر الاكبر لكم متابعينا بكل الوطن العربي وبكل العالم، تحديدا بدي اشكر علي العماري من ليبيا ورائد الليموني او الليموني من لبنان اللي راسلت صفحه سمارت سوفت سيرفيسز، وكل الرسائل اللي عم تصلنا الي ولكل اسره البرنامج شكرا كثير لكم وين ما عم تتابعونا بالعالم، هذا سبورت لنا. شكرا شكرا انه برنامجنا وصل لكل القلوب لكل الناس كل الفئات، وهذا هو كان الهدف من برنامج 14، انتو تحديدا بكل العالم وخاصة السوريين المنتشرين في هذه المعمورة، على أن نلتقي في هذه الأرض لأن هذه الأرض تستحق الحياة. شكرا لكم متابعينا عبر قناة سماء الفضائية وإذاعة نينار اف ام ولايف الفيسبوك على سمارت سوفت سيرفيسز. شكرا للفرقة الموسيقية بإشراف يزن قطيفان والشباب الزراف، كتير 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 شكرا لكل الموجودين، لكل الفنيين، لكل الإعداد، الإخراج، كل حدا موجود بهذا الاستديو. مثل ما قلت لكم، إيد لحالة ما بتصفق، لازم صفقوا، لازم الايدتين، هذا عمل جماعي 100%، مشان هيك وصل لقلوب كل الناس. شكرا لكم، 14 تصبحوا على خير.